ويمضي قطار الإنجاز نحو المشاريع الإسكانية بشراكة حكومية مع القطاع الخاص وبمدن أكبرها مدينة المطلع لتكون على طاولة نقاش في ورشة عمل للجهات الحكومية ذات العلاقة. سياستنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي دعم المنتج المحلي بشكل أساسي، وحريصين كل الحرص على دعم المنتج المحلي وإعطائه الأولوية الكاملة لمشاركة ودعم مشاريع المؤسسة. رؤية الاتحاد الصناعات الوطنية لتنفيذ مشاريع بمنتج محلي تحقيقا لشراكة مع القطاع الخاص. مؤسسة مقبلة على العديد من المشاريع وفق خطتها الإسكانية، وإحنا حابين نوضح هذه الخطة والمشاريع اللي مقبل عليها المؤسسة، بحيث أنه يكون هناك تواصل مباشر مع الشركات الكويتية وما يساعدها في الدخول في مشاريعنا يعني بشكل يناسب السوق المحلي. أهمية تعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل، فلا شك أن اليوم إحنا عملنا لقاء خاص تعريفي عن مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية، بحيث أن جو القيادات اليوم قيادات المؤسسة بتنسيق بين اتحاد الصناعات الكويتية ومؤسسة الرعاية السكنية. تنفيذ 5 مدن بقيمة 900 مليون دينار شاملة الخدمات العامة والمرافق الحكومية، فيها الكثير من مشاريع الاستثمار وفرص العمل لتحقيق رؤية الكويت 2035. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.